ويا صباح الخير لكل حدا ورافقنا بصباحنا لليوم. يسعد صباحكم ويا رب هذا النهار يحمل لكم ولأن كل الخير وكل الصحة والأمنيات الحلوة والرزق الكريم. يسعد صباحك يا نرمين. يسعد لي صباحك رشا. شو الطاقة الحلوة اليوم؟ حلوة الطاقة حلوة مع يعني بداية الأسبوع. خلينا نبلش من حالنا إجباري. أكيد بدي صبح عليك وعلى كل مشاهدي الإخبارية السورية. إن شاء الله يا رب هذا اليوم يكون مكلل بالخير والرزق وراحة البال، وهيك دائما تكون أمانينا يعني إذا مو كلها جزء أو جزء منا محقق. أحيانا شغلات بسيطة، ممكن كلمة حلوة، موقف شخص منلتقي، يعني ممكن هيك تحلي يومنا. أكيد بتحلي يومنا، وأكيد أي حدا بيرافقنا بصباحنا بيكون قريب على قلبنا ومنشوف أنه هو بخير، فهذا أكيد حيكفينا. يعني ما تبقى يعني نتركه على الله. أكيد. خلونا نروح لفاصل ونرجع لنكون بأول فقراتنا لليوم. ومثل كل يوم نتعرف على أبرز الأحداث اللي صارت بذاكرة الصباح، واليوم 20 آب. خلونا نتابع. اليوم 20 آب، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. مثل اليوم من عام 1914 ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية الأولى، وبعام 1960 الإعلان عن استقلال السنغال، وبعام 1975 ناسا تطلق المستكشف فايكينغ 1 باتجاه المريخ، وبعام 1977 إطلاق المسبار الفضائي فويجر 2. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1888 محمد حسين هيكل، شاعر وأديب وسياسي مصري، وبعام 1913 روجر سبري، عالم أمريكي في العلوم العصبية، حصل على جائزة نوبل بالطب بعام 1981. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1915 باول إيرليخ، طبيب ألماني حصل على جائزة نوبل بالطب بعام 1908. وبعام 2017 جيري لويس، ممثل أمريكي. دائما جمال كل الوجه ما بيكمل إلا بجمال الأسنان وطبيعة الأسنان وتنظيمهم. كتير منشوف صار في كتير قصص لتنظيم الأسنان، وإن كان فينير وإن كان التلبيسات بنعرفها، ولكن زراعة الأسنان دائما نحن منقول إنه زراعة الأسنان هي مكلفة جدا ومنروح فيها لا الحل الأخير، ولكن يعني بتعرفي إنه طبيعي إنه هي الحل الأول. يعني اليوم دكتورنا حيفسر لنا شو يعني الحل الأول. هلا يمكن لما نحكي عن زراعة الأسنان نحن مفكر إنه بس ينتهي السن كأنه حالة أخيرة الواحد إسعافية إنه ما ضل شيء من السن، فنحن بنضطر نروح للموضوع زراعة. مثل ما ذكرتي ناس كتير يمكن بتخاف من موضوع التكلفة، وحتى صحيح. مو بس التكلفة، الألم الكبير يلي بصاحب هاي العملية. اليوم دكتورنا وضيفنا حيوضح لنا هدول النقاط، وحنعرف أكثر شو كيف نحن اليوم قادرين نبلش هاي الزراعة وبأي عمر، الأسباب اللي ممكن تخلينا إنه نحن اليوم نقرر إنه نروح لموضوع الزراعة بالإضافة إلى المضاعفات، وأيضاً ما بعد الزراعة شو ممكن تكون أثارها على جسم الإنسان وأيضاً على الوجه. أكيد ضيفنا لليوم الدكتور محمد تمام رحال، أخصائي في زراعة وتجميل الأسنان. يسعد صباحك دكتور. صباحك يا رب. زارع أسنان أول شيء؟ كان حل الأول. يسعد صباحك دكتور. صباحك يا رب. وأهلا وسهلا فيك. خلينا هيك طبياً أول شيء نعرف موضوع زراعة الأسنان شو هو. زراعة الأسنان هو استبدال الفاقد السني بزرع مصنوع من مادة التيتانيوم التعويض عن فقد الأسنان، فينا نعرفها ببساطة بهذا المصطلح. تمام. عم نحكي نحن اليوم عن زراعة. اليوم المريض قبل ما يدخل بهذا الموضوع يفكر صح إنه هو شو بده تماماً، وأيضاً بده يكون في إشراف طبي. إيمت اليوم نحن أو المريض بيقرر إنه أنا اليوم بحاجة هاي الزراعة باستشارة مع طبيبه؟ أكيد اليوم نحن الحل الأفضل والأمثل للتعويض عن الفاقد السني هو أنه نلجأ لزراعة الأسنان. ما في مبرر أنه أنا، وبالأخص إذا كان فاقد سن مفرد، فأنا ما في مبرر هدم سنين مجاورين لعوض عن سن مفرد وحيد. بالإضافة لميزة زراعة الأسنان اللي هي أنه ممكن تحافظ لي العظم السني السنخي الموجود لفترات أكبر ولوقت أطول. إمتى فينا نبدأ؟ البداية بتكون بيننا وبين مريضنا بالتقصي عن الأمراض العامة، بالتقصي عن القصص الوراثية اللي ممكن تتداخل معنا بعمليات زراعة الأسنان.
انتهاء بصور الشعاعية المحوسبة لقياس طول وقطر ونوع العظم المضيف اللي بدنا نزرع ضمنه. تمام. طيب دكتور خلينا نحكي عن طريقة زراعة الأسنان والمدة اللي بتكون مثل ما ذكرنا بالبداية. لما نحكي عن موضوع زراعة الأسنان فورا المريض كتير بيخاف وبيحاول قد ما فيه يهرب من هذا الإجراء. تمام. خلينا نحكي هيك يعني نبسط للمشاهدين كيف بيتم هذا الإجراء، شو المراحل اللي بتصير والمدة الزمنية اللي بيحتاجها. الزرع السني مثله مثل أي علم خضع لتحديثات كتير كبيرة. بداية كنا نحكي عن زراعة تحت سمحاقية وأشكال وأنواع كبيرة ومختلفة، وصلنا اليوم لزراعة تشابه شكل السن بشكل كتير كبير، وفي عنا صف الطرق كتيرة ومتنوعة للتعويض ولنقدم لمريضنا خدمة أفضل. منا الزراعة البسيطة، منا شيء بنسميه زيكوماتيك إمبلانت، منا الزراعة الموجهة بالحاسوب الجايدد إمبلانت سيرجري اللي هي عمليا توجه الحديث نحو عم يكون. طيب دكتور حضرتك عم تذكر أنواع كرمال نحن نبسط الفكرة أكثر لكل حدا عم يشوفنا، خلينا هيك ولو بإضاءة بسيطة على كل نوع، أنه شو هذا النوع بالضبط طبياً؟ طبياً هلأ زراعة الأسنان خلينا نحكي مثلاً كإجراء زرع السني. بعد ما أنا وصلت لمرحلة تقصيت الأمراض جهزت مريضي أخذت صور المحوسبة، بلشت الفكرة أنه نرفع الشريحة نكشف العظم السني وندخل ضمن دريلاتنا وننزل زرعتنا بالشكل المطلوب. صف اليوم التوجه لشكل أكبر أنه أنا ما بدي أفتح شريحة السن، ما بدي أزيل شريحة، ما بدي أتعرض لخياطة. ممكن مثلاً أنا تسحط إيدي أثناء العمل نوعاً ما ترتجف إيدي، مريض يحرك رأسه بحركات غير إرادية نتيجة العمل. رحنا لشيء اسمه الجايدد سيرجري اللي هو بينعمل جهاز بفك المريض بشكل كتير دقيق، وبتتحدد موقع الزرعة السنية بشكل كتير دقيق اللي بدها تنزل ضمنه، وبالتالي أنا بس عم وضع جهاز ضمن فك المريض وزرعتي معروف وين مكانه وشو قطره وشو محوره وشو اتجاهه، بتنزل زرعتي ببساطة وبسلاسة. فينا نطبق هاي الشيء على كل الخيارات؟ أكيد لا، حالياً في أمور بتطبق وأمور لا. طيب دكتور خلينا نحكي عن مخاطر زراعة الأسنان الموجودة. مخاطر زراعة الأسنان، نحن بمخاطر زراعة الأسنان فينا نحكي عن شيء معمم بالجسم بشكل عام وعن شيء موضع. الشيء المعمم هي الأمراض اللي ممكن تتداخل معنا مثل السكري غير المضبوط، مرضى هشاشة العظام، المرضى اللي بتناولوا أدوية البيوفوسفونات، والأهم من هالشيء كله إذا كان الطبيب ما قدر يتقصى قصة مرضية صحيحة أو المريض ما أخفى معلومات عن طبيبه بالاستجواب المرضي ممكن تؤدي لنتائج تكون سلبية جدا على الطبيب والمريض. دكتور عفوا معناته موضوع الزرع ما بيتطلب تحاليل، يعني انه يشوف الدكتور ما يعتمد على القصه المرضيه اللي بيحكيها الطبيب، كانوا عم نحكي عن شوي اجراء طبي شوي حساس. نوعا ما كلامك الى حد ما صحيح، بس مثلا فينا نحن نقول مريض تعافى من هشاشه العظام من 3 اشهر، انا نتيجه التحاليل الطبيه ممكن ما اكشف انه كان مصاب بالفتره السابقه، انا طبيا لازم انطر 6 اشهر. تمام. ما يكتفي بالموضوع للثلاث شهور. هذا الشيء بينطبق نفس الفكره على مرضى الذبحه الصدريه، على مرضى احتشاء عضلات القلب، كثير هي الامور. هي التحاليل ممكن ما تعطيني مشعر دقيق لحاله. طبعا. المريض. طيب دكتور خلينا نوضح اكثر هي الامراض اللي ذكرتها كيف بتاثر على موضوع الزراعه، مثلا هشاشه العظام. هلا نحن موضوع نجاحه الزراعه السنيه، انا ما بقول عن زرعه سنيه ناجحه الا اذا تم عليها عمليه اوستيو انتجريشن اللي هي اندماج عظمي. فأنا إذا العظم اللي بدي أزرع ضمنه أساساً مصاب ما فيه نقاط تثبيت كافية، كيف بدي أحكي عن نجاح زراعة سنية؟ أكيد رح يصير فشل، رح يصير فيلر للإمبلانت. تمام. طيب دكتور قبل ما نفوت أكثر بموضوع الزرع ونشرح أكثر، أخذينا اليوم CGI عام نحن أنه هو الحل البديل والأنسب، ولكن مثل ما قلنا بالمقدمة دائما الناس تستغرب أنه كيف الحل الأول؟ يعني احنا مثل ما قلنا احنا بنروح بحاله اسعافيه انه خلص ما بقى في جسر، ما بقى في اسنان ادراس نقدر نركب الجسر فوق، فبنروح لموضوع الزرع. اكيد. فكيف اليوم هي طبيا الحل الاول؟ اكيد. هلا اليوم الطب كثير تقدم، انا اذا بدي احكي عن زرع سنيه وبالاخص كثير من كثير من ركز على فكره اذا كان الفقد سن مفرد، فانا مو من المقبول اني هدم سنين مجاورين لعوض عن سن وحيد. افقد وظيفه سنين مجاورين انصح التعبير لعوض عن سن مفرد، هي اولا. ثانيا من اهم اعظم ميزات الزراعات السنيه انه هي بتحافظ لي على العظم المحيط، العظم السني السنخي موجود بوجود السن ويغيب بغيابه. تمام. ويغيب بغيابه، فانا بزراعات السنيه هي متحافظ لي على العظم الموجود لاكبر حد ممكن. تمام. حتى على سلامه الجهاز التقويمي كله للاسنان. الجامبو يعني.
أكيد أكيد الأسنان مثبتة ضمن العظم بأربطة سنية، هي معنى شيء مندمج بالعظم بشكل كامل. فإذا صار في مجال للحركات الأفقية أو الشاقولية ممكن الأسنان تتحرك باتجاهها. وكثير بنشوف أشخاص تعرضوا لفقد سني وما عوض عن هاي المنطقة، بنلاحظ بعد فترة أنه صار في ميلان واضح بالأسنان. طيب دكتور، شو سبب التكلفة العالية لعملية الزرع؟ الزرع مصنوعة من مادة التيتانيوم اللي هو أساساً غالي، وسطحه بيعالج بكتير أمور، SLA، الحمض، الليزر، بكتير أمور ممكن تنضاف لهي التكاليف العالية. بالإضافة موضوع العقامة كتير كبيرة، نحن بحالة الزرع السني نحتاج لعقامة مطلقة نوعاً ما، هي كلياتها تكاليف إضافية. وإذا اليوم نحن بدنا نحكي واقع، فإذا بنحكي عن جسور من النوعية الجيدة مع معالجات لبية جيدة للأسنان اللي حتحمل الجسر هاي، فنحن عم نحكي عن تكلفة متقاربة بين الزرع والجسر. طيب دكتور، تقريب يعني هي الأسعار يمكن حتكون متفاوتة اليوم بين طبيب وطبيب وعدة أمور أصلاً، حتى يعني تقريبا مخبر يعني. صحيح، يعني قديش ممكن تتراوح؟ عم نحكي عن السن، زرعة السن يعني حتتراوح بين يعني كذا وكذا. تماما الرقم قديش عم يكون؟ عم بسمع أرقام فلكية يعني ممكن تكون. صحيح، هي نوعية الزرعات كتير في هامش رقم كتير كبير بيناتهم بالتفاوت. بس فينا ما نحكي عن الزرع السني بشكل مفرد. ببداية الحلقة حكينا عن الأسباب العامة للفشل السني، في أسباب موضع. مريضنا مثلا قلع أسنانه، فقد أسنانه لسبب أو لآخر وما عوض، بعد فترة إجا يزرع، هون بيكون صار في عندي تراجع عظم، ممكن أنا ما أقدر أحط زرعتي نتيجة وجود معالم تشريحية وحيوية مهمة، قناة العصب السنخي السفلي، الجيب الفكي بفك العلوي، فأنا هون بحاجة إني أرجع أبني هذا العظم هيئة ليستقبل زرع سني. هي كلياتها تكاليف تضاف لعملية الزرع السني، فتختلف بين مريض وآخر وطبيب وآخر وبين نوعية هاي المواد نفسها. هي المواد كتير متنوعة، بحر من المواد. وهون نحن دورنا كأخصائيين زرع نختار لمريضنا النوع الأفضل والزرع. بتخير حكيم، بتخير مريضك اليوم بالأنواع، بتشرح له يعني هاي القصة؟ أكيد أكيد، نحن في أنواع وفي أسعار. أكيد نحن بس وصلنا لموضوع صورة CBCT، قصينا على القصة المرضية بشكل كامل وعرفنا أنه اليوم مريضنا هو زرع جاهز ليدخل لعملية الزرع السني. نأخذ صورة CBCT، ندرس، نطبق نظام الزرع على الكمبيوتر ومنخيره. عندك نظام 2-3، وكل نظام شو تكلفته وتفصيله بشكل كامل. طيب دكتور، خلينا نحكي عن الإجراءات والنصائح اليوم يلي بتكون قبل عمليات الزرع وبعد عملية الزرع. تمام، هلأ نحن كإجراءات مثل ما حكينا تقصي قصة مرضية كاملة أثناء ومكتير من ركز على فكرة النظافة الفموية. لازم يكون أنا عندي بيئة فموية جيدة على الأقل لقوم بعملية الزرع السني. بعد عملية الزرع السني هو ما كتير بتختلف، طبعا بتختلف الإجراءات بين مريض ومريض، كل مريض بياخد تعليماته بشكل مكتوب بشكل خطي. ممكن أنه نفصلها أو أنه نحكي بشكل عام أنه نحافظ على نظافة فموية جيدة، نستعمل المعقمات الفموية المتنوعة. هم نركز على فكرة كتير مهمة أنه مضامد الكلورهكسيدين أو المضامد الشائعة بالسوق لا تستعمل لأكثر من أسبوعين متتاليين. بعد فتح القلب أصدق؟ بعد فتح القلب؟ لا بشكل عام. المريض ما يستخدمها كمدة زمنية، ما تمض فيها كل يوم. ممكن يكون لها أثر سلبي أكثر من إفادتها إذا تجاوز هذا الموضوع الأسبوعين. حتى في مدارس ثانية بتقلك إنه مرتين ضمن الأسبوع الواحد. بس كونه في عنا عملية زرع سني وأنا بحاجة لوسط عقيم نوعا ما، فلحنا بنسمح ومننوه للأسبوعين تستعمله مو أكثر. خلينا نحكي عن الأشخاص اللي عندهم أمراض مستمرة ومزمنة. مين الأشخاص اليوم اللي هنن غير قادرين إنه يفوتوا بموضوع الزرع؟ يمكن مريض السكري كتير لازم يكون الطبيب حذر معه بالتعامل أثناء الزرع، صح دكتور؟ أكيد. هلأ ما في اللي احنا عنا اليوم شيء اسمه مضاد استطباب مطلق إلا بحالات كتير، حالات خاصة كتير وقليلة نوعا ما. نحن فينا نقول السكري من وصفه بشكل أدق سكري غير المضبوط. صحيح. أنا السكري المضبوط فيني يزرع له. وقت بيراجعنا مريض ضمن العيادة عنده مريض سكري، أو مثلا خلينا نحكي عن مريض الغدد وما أكثرهم اليوم اللي بيتعالجوا بمشتقات التيروكسين، بيكون في تعاون بيننا وبين طبيبه المشرف عليه، الطبيب العام المشرف عليه، لنضبط له السكر ونوصله لبيئة سليمة لقدر أنا نزل زراعتي بشكل آمن. شو غير السكر دكتور اليوم ممكن تمنعك أنك اليوم تاخد هذا الإجراء؟ هشاشة العظام اليوم كتير منتشرة. عم نحكي اليوم عن عمر معين أو لا بموضوع الزرع؟ لا، إحنا ما عنا عمر معين، مجرد ما أنا ثبت عندي النمو الفكي
عرفت تجاوز المريضنا نهضة النمو، عرفت شكل فكه كيف وحجمه كيف، أنا فيني أزرع له. طيب دكتور، خلينا نحكي عن أخطاء الشائعة اليوم بموضوع زراعة الأسنان. من متابعتك لهذا الموضوع بنعرف قديش التقنيات وخصوصا بعالم طب الأسنان عم تكون متطورة والإجراءات عم تكون مختلفة كل فترة وفترة. كأخطاء شائعة، أكثر خطأ شائع ممكن نشوفه بصراحة ونتيجة اليد الممارسة غير الخبيرة، ممكن تظهر أخطاء على المدى القريب، لأنه المريض يحس بنمل بشفته. أحيانا في بعض العمليات ممكن طبيبنا بالفك العلوي يتجاوز الحاجز الأنفي ويطلع ضمن الأنف. في كتير ممكن يصير معنا كتير اختلاطات على المدى القريب، هاي أخطاء بتظهر نتائجها بشكل كتير سريع، ممكن من تاني يوم يحس فيها مريضنا. أما على المدى البعيد فهي الأخطاء اللي بتكون نتيجة مشاكل تعويضية، طبيبنا ما كان عنده رؤية كافية كيف بده يتم التعويض بعد الزرع، نزل زرعاته بمحاور أو نزل زرعات بمحاور مانا دقيقة أو نزل زرعات بعدد غير كافي، هي كلها ممكن تعمل لي مشاكل تعويضية للمدى البعيد. بالإضافة لمريضنا لازم أيضا يكون يعتني بالصحة الفموية، يمارس عادات صحيحة للزرعات السنية، يهتم بنظافة التعويضات كرمال ما تؤدي لمشاكل لاحقة بعدين. طب دكتور، أحيانا بتجي حالة أنه هو بده كل الأسنان زراعة مع الأدراس مع كل شيء، يعني اليوم ممكن تكون كموضة أنا حابب اليوم أزرع كل شيء أو لا، لازم يكون في حالة مرضية اليوم أنا خلتني ألجأ أني أنا اليوم بدل كل أسناني. نحن كأطباء أسنان المبدأ الأول اللي تعلمناه بمدرسة طب الأسنان هو المحافظة على النسج السنية السليمة. ما دام وصلنا قابل للعلاج نحن ما بنلجأ للزرع السني. بلجأ للزرع السني بس صار عندي فاقد سني. بفقدان الأسنان بلجأ للزرع السني، أما ما دام في احتمالية للمعالجات طبعا هذا موضوع متنوع، يعني مثلا إذا قيمت هذا السن تعبت فيه كتير وبدي أخسره بعد سنتين وممكن يؤدي لي لخسارة عظمية معينة، هون ساعتها بتدخل عليه. أما فكرة أنه أزرع بس لمجرد زراعة الأسنان لا، هذا الكلام مانو منطقي. مؤلمة العملية دكتور بشكل عام وهل هي دائمة؟ يعني إذا حصل طبيبنا عتبة التخدير المطلوبة للمريض فهي غير ألمية بشكل كامل ضمن عملية الزرع وبعدها. طبعا أكيد زراعة الأسنان دائمة. تمام. خلينا دكتور هيك ولو مفصلا يعني نعطي نصائح أخيرة بما يخص موضوع زراعة الأسنان، أو إذا في نقطة بتحب تدوي عليها ونحن ما سألناك عنها تفضل. تمام. أول شيء ننصح كل مرضانا إنه ما يتأخروا بعملية زرع الأسنان، لأنه كل فترة تأخير عم تتقابل بفترة امتصاص عظمي أكبر هو عم يخسره. النظافة الفموية بشكل عام ممكن نهتم فيها ونحافظ على الزرعات طبعا، وشغلة كتير مهمة بدنا نركز عليها هي تنظيف حوالي الزرعات والروائح الكريهة اللي كتير عم نسمعها، هي طبعا أكيد ما أنا من الزرعة، الزرعة مغروسة بشكل كامل ضمن العظم. معناتها دكتور هي بتسبب رائحة كريهة؟ لا ما بتسبب زرع السنية، الزرعات السنية ما بتسبب. التعويض فوق الزرع السني ممكن نتيجة تراكم لويحة، نتيجة أنه التعويض ما كان منطبق، وأهم شيء أهم شيء الاهتمام بنظافته، استعمال الووتر جيت اللي هو جهاز بيضخ ماء تحت الزرعات وبينظف لي تحت التعويضات عفوا، وبينظف لي كل هاي الشغلات اللي ممكن تتراكم من لويحة وطعام وغيره، واستخدام الخيوط السنية طبعا بشكل الصحيح. طبعاً. وليس بالشكل الشائع اللي عم يؤدينا لمشاكل. تعمل تجريح باللثه اذا كان استخدامها اكيد غلط؟ استخدام الخيوط السنيه بشكل خاطئ ممكن يعمل لي تراجع للثه حتى. طيب. شكرا دكتور لكل المعلومات اللي اليوم استفدنا منها بوجودك معنا، بدنا نشكر وجودك لليوم الدكتور محمد تمام رحال اخصائي في زراعه وتجميل الاسنان. يسعد صباحك. صباحك يا شكرا كثير لك دكتور. اما هلا رشا رح نروح لمحطه جديده من محطات صباحنا غير، يعني من فترة كمان أول شيء اليوم بدنا أول شيء نترحم على الفنان الراحل بسام لطفي، يعني وأيضا على الفنان على الفنانة أنطوانيت نجيب. تاريخ بالدراما السورية، وكان إلهم حيبقى إلهم هذا الأثر الدرامي وبصمة درامية أكيد حتى بغيابهم. صحيح رشا، وكاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة يوم التشييع حيث نقل جثمان الراحلة من كنيسة الصليب المقدس إلى مثواها الأخير، ورصدنا اليوم بعض الكلمات اللي وجهها الفنانين للفنان الراحل القديرة أنطوانيت. خلونا نتابع. بقلوب مليئة بالحب الممزوج بالأسى، ودع محبو الفنانة أنطوانيت نجيب من فنانين وأقرباء وأصدقاء جثمانها
لتغادرهم إلى مثواها الأخير، تاركة أثر حبها ولمسات حنانها بصمة في قلب كل من عرفها، لتكون الأم المعطاءة التي جمعت بينهم على المحبة والمودة. هي كانت محبة للفنانين، للعيلة، للبلد، دائما مدافعة عن كل شيء عم بيصير. المخلوقة اللي كانت تحب الحياة دائما، أي صعب قدامها كانت تهونه. كانت أحيانا تقول لي الصبح تقول لي تعبانة ماني قدراني أتحرك، مثلا أي بحفلة فأتصل فيها إلا أنت شو وضعك يعني بالحياة، تقول لي حبيبتي أنا وضعي 5 دقائق مرض 10 ساعات فرح، أنا ما خلقت لكون بالتخت، أنا ما خلقت لكون مريضة. شوف محبة العالم لألا الناس، في مبارح شوفير تاكسي قال لي هي كانت والله خيمة، والله خيمة عزة كانت، خيمة فرح وخيمة وطن وخيمة. قلت له تشبيه كثير مهم، يا ريتها سمعته لك على هالضحكة اللي عم تضحكها. كانت كنا سمعنا سيدي أبو نادر من نقابة، كل اسبوع بدها تمرق تفتشنا، عن جد عم بحكي كانت تمرق شو عندنا مشاكل شو كذا تتصل، فكنت لما تفوت اهلا سيدي ابو نادر او سيدي العميد او كذا انه تعي فتشي. تعبها الجسدي في الاونه الاخيره لم يكن عائقا في طريق حبها للحياه، بل رغم ذلك كانت من اول المتواجدين في الافراح والاحزان. وقت اللي بيروح حدا كبير مثل انطوانيت احنا كلنا بالوسط بنحس انه حدا من اهلنا راح، هي بهي المسابه وبهي المرتبه عنا كلياتنا. حتى إذا هي راحت نسيبة باقية بقلوبنا وباقية بذاكرتنا، يعني حتى هي متعبانة كانت هي تتطمن، هي دائما تسأل، هي عم توصيني دائما بالعيلة وبالأولاد وبالتفاصيل لآخر لحظة. هي أم حقيقية حقيقية. أنطوانيت كانت إنسانة طيبة وإيدها مفتوحة إلى الناس، ودائما تحط إيدها على قلبها وتقول أنا من قلبي بتمنى لكم كل شيء. ما بدل غير انه انسانه كانت طيبه وقلبها مفتوح لكل الناس وايدها ممدوده الى كل الناس. طانت انطوانيت وقت بيقولوا عنا ام، هي ام بكل الكلمه من معنى، ام حقيقيه للكل. قديش محبه ومعطاءه، ضحكتها الحلوه، هي مع اولادنا طفله ومعنا ما بتاثر بنصيحه. قصص وحكايا، مغامرات مضحكه ومحزنه جمعتها بأصدقائها وزملاء مهنتها ليقولوا اليوم بحروف باكية وحزينة وداعا أنطوانيت. أكيد الرحمة لروح الفنانة أنطوانيت نجيب وأيضا للفنان بسام لطفي. وهلأ خلونا نروح قبل ما نكفي باقي فقرات صباحنا غير اليوم لغرفة الأخبار وزميلتنا بشرى لنكون بآخر المستجدات السياسية المحلية والدولية ضمن موجز لأهم الأخبار. سعيد صباحك يا بشرى. صباح الخير رشا ونرمين، موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. السلام عليكم. أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن التنظيمات الإرهابية الموجودة في بعض الأراضي السورية والعراقية ضعف وتراجع نشاطها، فيما بدأت تنشط في اتجاهات ودول أخرى. وأوضح باتروشيف اجتماع لأمناء مجالس الأمن لدول منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان أنه على الرغم من الضعف الكبير الذي تعاني منه التنظيمات الإرهابية الدولية في العراق وسوريا، إلا أنها تغير تكتيكاتها وتوسع نشاطها في اتجاهات جديدة، حيث نشهد مستوى عالي من النشاط الإرهابي في مناطق جنوب آسيا والقارة الإفريقية والشرق الأوسط. استشهد فلسطيني متأثرا بإصابة بالغة طالته في الرأس جراء رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفاء أن الفلسطيني صلاح توفيق سوافتا استشهد نتيجة إصابته البالغة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال فجرا مدينة طوباس وبلدة طمون جنوبها وأطلاقها الرصاص وقنابل الغاز على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة سوافتا واعتقال 5 آخرين.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قصف قوات النظام الأوكراني لمحطة زاباروجيا النووية يهدد بحدوث كارثة واسعة النطاق. وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان أن بوتين أبلغ نظيره الفرنسي أن القصف الممنهج لمنطقة محطة زاباروجيا للطاقة النووية من قبل القوات الأوكرانية يهدد بخطر وقوع كارثة واسعة النطاق يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي في مناطق شاسعة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تسمح للغرب بفرض أو إضافة أي مطالب جديدة إلى الاتفاق النووي. وقال قاليباف في حسابه على موقع تويتر: إذا أراد الطرف الغربي عدم الالتزام بخطط العمل الشاملة المشتركة من خلال التنمر فلن نسمح له بمطالب إضافية في الاتفاق النووي. لافتا إلى أن إيران تتعامل مع الملف النووي في إطار الضمانات في حال التزام الغرب بها. ختم الموجز، عودة إلى رشا ونيرمين وصباحنا غير. شكرا يا بشرى وبيت نهار حلو لإلك كمان. احنا مكملين بباقي فقرات صباحنا غير ووصلنا لفقرتنا خلينا نقول التطوعية الإنسانية الخيرية. صحيح رشا، وهي الفقرة دائما ملازمتنا بصباحنا غير من انطلاقة البرنامج. كثير من الفرق التطوعية اللي شفناها ونشطت وخصوصا مع بداية الحرب على سوريا تنوعت المجالات اللي بتشتغل ضمنها، أغلبها أو كلها هي غير ربحية، كانت عم تقدم نشاطات طبعاً تنموية خيرية. أكيد نيرمين، يمكن الأزمة ولدت هذا الإحساس، الأزمة اللي نحن هيك بشكل مفاجئ صارت بحياتنا، بس ولكن أثبتت ورغم أنه أزمة وحرب ومشاكل كتير كبيرة، أثبتت اليوم ارتباط الشباب السوري بأرضه وبهويته وبإحساسه بالطرف الآخر. صحيح رشا، اليوم رح نتعرف على وحدة من هالجمعيات مؤسسة جيلنا، وأكيد بيسعدنا نرحب برئيس مجلس الأمناء الأستاذ نجيب حاج بكري. يسعد صباحك. اهلا وسهلا، صباح الخير. دائما لازم نقول نحن المؤسسات اليوم جيلنا هي غير ربحيه، خلينا نعرف اكثر بهي المؤسسه، خلينا نحكي عن قبل ما نروح على النشاطات شو هي المؤسسه وبشو بتعنى. صباح الخير. يسعد صباحك. نحن اليوم بصادف اليوم العالمي للعمل الانساني، وسبق وكان اليوم العالمي للشباب. طبعا نحن بنقول كل عام وانتم بخير لكل الشباب المتطوعين. طبعا الشباب هن اللي هن رافعه هي البلد، سواء وتتحدث نحن عن التطوع فنحن بنقول رجال الجيش العربي السوري اللي هن صاموا عن الحياة ليفطروا على الشهادة. نحن عم نتحدث عن شباب اليوم، شباب الجامعي اللي هن اليوم في كل مكان في على امتداد سوريا، اللي كان بمدرسته، اللي كان طبيب، ولا كان اليوم عم يشتغل بالعمل الأهلي. نحن عم نواجه حرب أثبت الشباب فيها هو انتماء لهي البلد، وبنتمنى إن شاء الله هو نحن نقدم شيء القليل لحتى يعني واجبنا اليوم، واجب لهدول الشباب اللي فعلا قدموا على مستوى الدماء والجهد وكل شيء، فكانوا مثال للعطاء. حتى في تجربة قبل ما أدخل عن حديث عن مؤسسة جيلنا، نحن بتجربة من أكثر الدول اللي هي تعنى بالأعمال التطوعية هي اليابان. ما أنك حكيتي أنت على الأزمة، اليابان هي من أكثر الدول اللي هي بتسخر الشباب وبتعزز مسؤوليتهم دائما المجتمعية. سوريا نحن اليوم بعدد المتطوعين الحمد لله صرنا بننافس الدول العظمى، وهذا دليل شو؟ دليل إنه نحن شبابنا شباب منتمي، شباب بحب هاي البلد، ونحن دورنا إن شاء الله إنه نحن نقدم له الشيء اليسير كما حكينا. طبعا مؤسسة جيلنا نحن هي مؤسسة أهلية غير ربحية مشهرة بوزارة الشؤون الاجتماعية، تأسست في دمشق ويشمل نشاطها كامل أراضي الجمهورية العربية السورية. طبعاً نحن في عنا تصنيف، هو تصنيف التنمية والإسكان، وتصنيف اللي هو الأعمال الخيرية. طبعاً نحن بدأنا بسنة 2012 باسم فريق سوريانا التطوعي، منظمة سوريانا هي منظمة مجتمعية. من ثم نحن ب 2017 اشتغلنا على مشروع جيلنا الإنمائي، لأنه بداية سوريانا نحن كنا عم نتحدث على سلوغن أطلقناه يلي هو إرادة تضحية بناء. طبعا نحن حسب المراحل اللي كنا عم نمر فيها اللي هي مراحل الحرب، فاذا اردت شيء فعليك ان تضحي من اجله، من اجل بناء الانسان والاوطان. نحن الحمد لله قدمنا من التضحيات، والحمد لله بدات شفتي اخر فتره انه صار في تقدم وصار في صحيح. يعني
وصلنا لمرحلة البناء اللي كنا هلا عم نحكي قبل الهوا، انه نحن ليش بال 2017، الحمد لله بال 2017 تنفسنا الصعداء. ونحن خلينا هيك نركز على هي الفكرة، الاسكان اليوم بنشوف كثير جمعيات ومؤسسات نشاطها صار شوي متشابه، ولكن يوم انتم يمكن اكثر الاشخاص او اول اشخاص يمكن بيطلعوا معنا مختصين بموضوع الاسكان، فشو راح تكون نشاطاتكم تحت هذا العنوان؟ كلمة التنمية والاسكان هو عبارة عن تصنيف اي مؤسسة او اي جمعية اليوم تشهر في وزارة الشؤون الاجتماعية، فبيكون لها تصنيف. هلا فيها ناس مثلا تختص بالثقافة، في ناس تختص مثلا بالطفولة بالطفولة إلى آخره. هلا موضوع التنمية والإسكان، أول شيء إنه نحن اليوم عمليا البلد بحاجة اليوم لواحد يلي هي مرحلة التدريب والتأهيل وبناء القدرات، مساحات الخضراء بحاجة إنك اليوم أنت اليوم متأهلي كادر وتساهمي ببناء اليوم مو بس الأوطان، يعني أنت اليوم مؤسسة ناشئة اليوم بتقومي بتدريب كوادر او باقامه مشاريع صغيره تنمويه، انت اليوم بتساعد على تمام. انا هلا ذكرت لك اليابان، اليوم اليابان والولايات المتحده الامريكيه والصين هن كلهم بيعتمدوا على المشاريع الصغيره تمام بالاقتصاد، فهي هذا دور اساسي الاقتصاد باي بلد عم تكون حاجه ماسه كثير ضمن الظروف اللي عم نعيشها الموضوع المشاريع المتوسطه والصغيره. يعني قبل ما نكفي باقي حديثنا، انتم موجودين حاليا بحديقه السبكي، نحن حناخذ كليب نشوف اليوم شو عم تشتغل بحديقه السبكي وليش اليوم التركيز عم بيكون على الاطفال. ناخذ كليب نشوف اليوم مؤسسه جيلنا كيف عم تشرف على اطفال ضمن الحديقه. كنا عم نشوف كليب عن نشاطاتكم ضمن حديقة السبكي. اليوم لكم فترة أنتم عم تدربوا أطفال، كان زومبان كان حساب ذهني وغيرها. اليوم خبرنا عن هي النشاطات، الهدف منها وليش اليوم التركيز على الأطفال؟ طبعاً اليوم أول الخطوة لازم نحن نبلش فيها طبعاً الأطفال، أنه أنت اليوم بمرحلة كنا عم نتحدث عن مرحلة البناء، والمؤسسات الأهلية اليوم واجبة أنه هي أولاً بناء الإنسان، فأنت اليوم بناء الإنسان بدك تحاولي تمشي بالتوازن. شريحة الأطفال، يعني اليوم الأطفال اللي كانت في بداية الحرب اللي كان في مرحلة الصف السادس السابع اليوم صارت عم تخدم بالجيش أو صارت طلاب جامعة، فأنت اليوم عمليا بدك تحاولي مباشرة تعملي الدمج بين هدول الفئتين، لأنه اليوم عمليا فعلا إذا بتعملي دراسة في عنا اليوم عدة بيئات اليوم بالمجتمع، بالإضافة إن اليوم في عنا فرق ما بين الريف والمدينة حتى بالخدمات، فنحن عم نحاول اليوم في عنا أطفال مثلاً من عدة فئات عم نحاول ندمجهم بهذا المكان. دور المجتمع الأهلي هو دورنا هو ليس بناء الجيل بشكل مباشر بقدر ما هو استرداده. اليوم شئنا أم أبينا خلينا نكون واضحين، اليوم دخلت أفكار كتير غريبة على هي البلد تمام؟ بسبب الأزمة أكيد. تمام بسبب الأزمة، فأنت دور المجتمع الأهلي اليوم عملياً نحن نوصل لهدول الشريحة من الأطفال ونقوم بدمجهم. اليوم إذا بنلعب مباراة كرة قدم اليوم، فأنت اليوم بدك تجيبي فريقين مثلا من حارتين متخاصمتين خلينا يسبحوا بعضهم، فنحن اليوم عمليا العمل على الأطفال هو العمل هو على بناء هذا الجيل، فهذا الحكي بده يكون كلام مدروس، ونحن بلشنا بهي النقطة وإن شاء الله عم نركز على الموضوع الترفيهي،
كثير الحاله اليوم كثير حلوه، كهرباء متوفره. حلوه انك اليوم عم ترجع تمام. اطفال لعمرهم تبعدهم عن ظروف تمام. الحرب تمام. تبعدهم عن الالعاب اللي صرنا نشوفها عم يلعبوها اخر فتره، وخاصة يعني وخاصه اليوم قلت لك الظروف اليوم انه انت اليوم الكهرباء غير متوفره، اليوم الحاله المعيشيه شوي صعبه عند الناس، فانت اليوم عمليا دورك انت كمجتمع اهلي انك انت اليوم تحاولي تخلقي مساحه صديقه للاطفال، هي تمام. المساحه اليوم بتقدري من خلالها بتقدمي لهم خدمه ترفيهيه اضافه للعب اضافه انه انت عمليه التدريب ويعني قديش حلو اليوم لما الاطفال يرجعوا لما يروحوا على الحدائق عم شوف ما يكونوا تمام ما يكونوا قاعدين بس مثلا جابوا شيبس او شيء ياكلوا او حتى في منهم بيروحوا للاذى للاسف يعني عم تتفرغ طاقتهم بالمكان الصح بالجو الصح وقديش انه يكون حدا موجود يعني يوجه لهم هذا النشاط بدنا نرجع للبدايات معكم انتم موجودين من عام 2012 و تغير شوي نشاطكم وتسميتكم ايضا خلال هاي الفتره خلينا هيك نرجع هيك بلمحه سريعه اليوم من التاسيس للنشاطات اللي قدمتوها خلال هاي السنوات الماضيه. نحن من مرحله التاسيس اول شيء طبعا انت ما فينك تشتغلي اي عمل الا بده يكون حسب الظروف اللي انت كنت عم بتعيشي فيها تمام. فالمرحله الاولى طبعا اول ما كانت بدانا بفعاليات، اول مرحله كانت في فعاليات تبرع بالدم اللي كانت فعلا بحاجه نحن بنوق الدم لانه سواء كانت من قذائف وكذا، فنحن اخترنا العنوان كان قطره من دمك تحصن بلدك. انا بتذكر فعاليه قمنا فيها باللاذقيه مره، فنحن وصلنا لمرحله كان عندنا 6 باصات نقل داخلي، فوقت اللي نزلنا انا هلا ما بنساها فعلا. قلت لك يعني انت اليوم بدك تحاولي انك انت تقراي المشهد جيدا، كان كثير مثلا نحن بحاجه للدم، فكانوا فعلا شباب كانت يعني عم تقدم لنا العطاء. نحن انتقلنا لمرحله ثانيه صرنا نشتغل مرحله التاهيل والتدريب، كثير اشتغلنا على ورشات تنمويه، انتقلنا لمراحل العمل الخيري. هلا هون ببلش بقى الازمه بقى والظروف الاقتصاديه، بدك انت تكوني العمل الاهلي صدقيني ما هو عمل عشوائي. للاسف الفرق التطوعيه نحن عندنا اليوم مشكله فيها انه هن ما عندهم اليه مثلا انه خطط استراتيجيه، ما بيعرفوا بدرسوا مثلا الواقع صح. هلا هن قلت لك مشكورين، لكن انت طريقه انك انت تجي شخص اللي يكون هو عم بيقود او لازم حدا يكون عم بوجههم يكون عم بوجههم صح. التوجه لازم يكون توجه سليم وبالوقت السليم. فانت اليوم عمليا دخلنا بالمرحله كنا عم نحكي على الحرب الاقتصاديه العسكريه، انتقلنا للحرب الاقتصاديه. لازم انت دورك اقل شيء انك انت ترجعي تعيدي هي العادات القديمه اللي كانت هي فعلا انه هو موروث قديم حاولنا نحن نجدده. فنحن اشتغلنا مطبخ اهل الخير، اشتغلنا على السلع الغذائيه، اشتغلنا على شيء له علاقه بهلو فود يلي هو تدريب وتاهيل طلاب كليه البيطره والزراعه. احنا اليوم صار في كثير عنا شغلات، وان شاء الله هلا قريبا جدا احنا في عنا تقنيه جديده مشان الزراعه، لانه اليوم البلد بحاجه للزراعه وللصناعه. دربنا كثير مشاريع وقدرنا نوصل شباب يعملوا مشاريعهم الصغيره بشكل هيك سريع عشان نحن نكسب الوقت. اليوم نشاطات كتير وسنوات فيها تفاصيل كتير كبيرة تشكر، يعني نحن كنا معكم بإفطار صائم وكانت حملة كتير مميزة لكم. مطبخ أهل الخير. مطبخ أهل الخير. طبخنا رز بازاليا. تماما. رز فول. طيب اليوم في تشاركية بينكم وبين باقي المؤسسات والجمعيات، يعني عم يكون في اليوم ربط بين إحدى الجمعيات أو المؤسسات إن كان بأي مشروع بأي فعالية، وكيف علاقتكم في هاي الغيرة الإيجابية؟ هلا هو دائما نحن حتى بنقول بالقرآن الكريم بيقول فليتنافس المتنافسون. جميل صحيح. جدا، بس بالآخر نحن كلنا يعني لازم نغار من بعضنا لنقدم الكواليتي الأعلى. يعني هلا نحن مثلا بمطبخ رمضان نحن يمكن زرتينا وشفتينا، يعني بالآخر يعني أي شيء أنا بدي اشتغله احسبه أنه أنا اللي عم باكله. صحيح. أنا أي خدمة يعني احترام الناس هو شيء كثير مقدس لازم يكون عندنا بالبلد. يعني مثل ما بنقول يعني الله لا يوقع حدا، إذا دارت الدنيا ممكن يكون أنا بدالهم. حتى كنتوا بوقت عم تشتغلوا بظروف جوية كثير سيئة يعني. أنت جيتينا بذكر رشا. جيت لقيت الدنيا عم بتطير، ما في خيمة ما في شيء. يعني جيتينا كان في عاصفة غبارية بس زبطناها لتجي. الحمد لله وطار كل شيء، يعني نحن طول الليل بذكر نهارة يعني كانت عم تطير الخيمه ونحن ماسكين العواميد لانه بحديد السبكي كثير الهواء. الحمد لله يعني شوفي هلا هي هي المواقف بكل فعاليه هن الذكرى الحلوه اذا بنقول بعد ما يمضوا طبعا بفتره. فهذا فانا بالنسبه مشان ما اطلع على الموضوع، بالنسبه للعلاقات مع الجمعيات مؤسسات دائما هي العلاقات جيده وكثير بيشاركونا كثير من الفرق، ونحن بنحاول يعني انه باكثر مثلا من يعني شوفي العمل هو بيحتاج للتشاركيه تمام.
لكن أكيد. هي موجوده هاي القصه انه كل غير واحد غير الايجابيه إيه طبعا. هلا طالما هي ايجابيه نحن معكم فيها يعني طبيعي هي بالنهايه للاعمار استاذ رشا. اليوم المجتمع الاهلي هو الجسر ما بين الحكومه والشعب بزمن الازمات، هذا تعريفه. اليوم اي دوله باي حرب تتجه اليوم لرغيف الخبز وللجيش والقوات المسلحه لتحمي الوطن. نحن لازم نعرف دورنا، احنا مالنا دوله، نحن دورنا اليوم مجتمع أكثر. اهلي نحن دورنا اليوم نجسر الهوة انه اليوم عمليا نحن فينا المجتمع المحلي، وهلا شفتي انتخابات مجالس محلية ودائما الدولة هي بتعرض لانه احنا المجتمع طيب. المحلي هو بيستهدف وبيوصل للناس بشكل مباشر اكثر. تمام، خلينا هيك بالختام ولو سريعا نحكي عن الدعم اللي بتحتاجوه كجمعيات ومؤسسات كان اعلاميا وماديا. تماما. هلا الطبيعي اليوم شوفي تغيرت الظروف كثير، يعني هلا نحن مثلا في عندنا مشروع حكينا هلا على المساحه الصديقه للطفل، نحن هلا قريبا ان شاء الله عم نجهز لمساحه صديقه للشباب. مشكوره وزاره الثقافه يعني ساعدتنا انه بالتنسيق. تمام، فنحن رح نعمل شيء كمان ترفيهي للشباب بحديقه السبكي ان شاء الله، رح نشتغل شيء على شطرنج على زجل على حفلات كمان خلي هالعالم شوي هيك ترفع عن نفسها. عم نفكر نعمل كافيه شبابي صغير حلو. تمام، بس يكون كافيه خيري. هذا الكافيه انه نحن يعني نخلق فرص صغيره، مشاريع صغيره مثل هدول بيبيعوا قهوه وشاي وكذا بطريقه منظمه. اليوم نعرض افلام سينمائيه، يعني على مستوى اليوم طاولات نحن بدنا نشتريها. امبارح انا سالت عليهم نفس الطاولات اللي نحن جبناهم برمضان، الطاوله اللي كانت ب 40,000 انا امبارح يعني 150,000 ليره. الارقام انا اذا بدي اعمل مشروع صغير اليوم بس بدي احط طاولات واعرض شاشه يعني بكلفني 150 مليون. فاليوم عمليا طبيعي بدنا دعم. بس صدقيني لك شيء، يعني اختيار المكان والزمان، انا اخترت حديقه السبكي وانا مره وقت زارتنا استاذي رشا حكينا يعني ما في شيء مخبى. اختيار المكان كان في كثير الناس كانت تسال يعني انه انتم مثلا روحوا على المكان الفقره الى اخره. صحيح، ميت ما بيشيل الميت. نحن جينا على حديقه السبكي صدقا يعني انا لا اخفي يعني عارف شلون، نحن في عندنا موازنه وميزانيه اخر كل سنه، جانا تبرعات مثل ما بيقولوا بالهبل، يعني لسه في اهل خير سميناها اهل خير. انا السنه الماضيه عملتها بباب توما برابط العباسيين، فرقت كثير معي. يعني هي المناطق فعلا في عالم، فعلا انت عم تجي لعند الغني عم تعززي مسؤوليه، صار في عندنا شغله كثير حلوه. يمكن المكان اللي تنفيذ النشاط هو موجود باماكن سهله عليكم بالتنقلات، ولكن يعني مثل ما عم نحكي عن سكبه رمضان او اي شيء فهي عم تروح لمستحقين بالاماكن البعيده اللي بيحتاجوها. فعلا يعني بتلاقي انه مثلا يجينا موتور او بسكليت او تجينا سياره يقول انا مثلا طريقي انا مثلا بشتغل بالشام انا بدي اطلع على عربين انا جيراني يعني حوالي صارت حدا صارت فعلا العالم بطريقه تساعد طريقه توصل. تمام. فعلا انت شوفي طريقه اختيارك للمكان بس يعني شايفين الامور جيده يعني الحمد لله لسه في اهل خير بالبلد الحمد لله ان شاء الله. اكيد ما خليت يعني وقد ما كان في عندنا اليوم نظره تشاؤميه للواقع طبعاً. او للظروف طبعاً. اللي عم نعيشها، ولكن هذا الامل هو اللي عم يخلينا نحن نعيش. بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا وشكرا لحضرتك ولكل اعضاء الفريق فردا فردا، تحيه لكم كثير كبيره لنا نحن معكم وجنبكم اعلاميا وضوئيا وكل شيء في نحن الاعلام اليوم قادر يقدمه اكيد حيقدمه. شكرا لحضرتك. شكرا. بنتمنى لكم كل التوفيق بنشاطاتكم القادمه وان شاء الله هيك قريبا نرجع نستضيفكم بنشاطات مهمه. شكرا. اهلا وسهلا. نحن مكملين بصباحنا لليوم، وبس خلونا نروح قبل ما نروح لفقره جديده لطرطوس. اقامت منظمه طلائع البعث احتفالا مركزيا في المركز الثقافي بمدينه طرطوس بمناسبه عيدها 47، وتضمنت العديد من فقرات الفنون الشعبيه والفلكلوريه لاطفال الطلائع القادمين من مختلف المحافظات. حنكون بتفاصيل اوفى مع مراسلنا محمد الحسن. في عيدها 47 أقامت منظمة طلائع البعث احتفالا مركزيا في المركز الثقافي بمدينة طرطوس بمشاركة فروع المنظمة من مختلف المحافظات وبحضور فعاليات حزبية ورسمية. رفعنا راية العلم علم الوطن وتناقلناها عبر الأجيال رفاقنا الطلائعيون من خلال هكذا احتفاليات يرسخون قيم البعث، قيم حب الوطن، الدفاع عن الوطن، تقدير وتقديس ما قدمه شهداء الوطن، ما قدمه رجال الجيش العربي السوري وجرحاه. هي مناسبة لنؤكد لما قدمه هؤلاء القديسون أن دماءكم أن عرقكم يا رجال الجيش العربي السوري لم تذهب سدى. الاحتفال
الاحتفالية ضمت العديد من فقرات الفنون الشعبية والفلكلورية والرياضية والغنائية، إضافة إلى عرض فيلم وثائقي بعنوان الزيارة الخالدة. اليوم كتير مبسوطين أنه بناسبة هذا المهرجان استضفنا جميع مدن سوريا لحتى يجوا لعنا. إحنا جايين من ريف دمشق لحتى نقدم فقرة جمباز بمناسبة عيد الطلائع، كل عام وأنتم بألف خير. اليوم جينا لنقدم رقصة بعنوان بنروحي نبدي وطننا، هي عبارة عن رقصة شعبية. جايين نقدم عروض موسيقية رياضية فنية، وكل عام وأنتم بخير. نحن أطفال فرع إدلب من طلائع البعيد، حبينا نشارك اليوم بفرقة بعنوان سكتش الورد. كل عام وأطفال سوريا بألف خير. أطفال الطلائع القادمون من مختلف المحافظات قدموا عروضهم الفنية المنوعة على الكورنيش البحري للمدينة خلال الحفل الجماهيري الذي أقيم في ختام الاحتفالية. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. ووصلنا لمساحتنا الأخيرة بصباحنا غير، ورح نكون فيها مع مهنة وحرفة كتير أساسية وسورية بامتياز، هي النول. يعني قديش بنعرف هاي الحرفة اليوم مرتبطة اليوم بالجدات وبالسيدات، وتطورت هاي الحرفة كتير عبر الزمان. اليوم رح نطبق فعليا بالاستوديو ونتعرف أكثر على عالم هاي المهنة، وبسعدنا نرحب بالحرفية مديحة نعمة. يسعد صباحك. أهلا صباحك مديحة، كيفك اليوم؟ هلا اليوم ما جاءنا الدنيا بالاستوديو بس بتمرق. هي الفكرة أنه هو بده عن جد مساحة، بس اليوم هيك حبينا عن قرب نعرفكم شو هي آلة النول وكيف بيتم الشغل عليها. مديحة، نحن عم نشتغل بدنا ندردش، أو شو كيفك؟ كيف صباحك روا؟ والله الحمد لله تمام، أكيد بوجودكم بنكونوا كثير منيح. شو عم نشتغل؟ هلا انا عم هذا النول، اول شغله الاربع خشبات، ابسط نول من اول ما خلق النول يعني. فعم بشتغل هون شال بخيط المهير، هاي قطعه خالصه، وهلا حفرجي المشاهدين على طريقه الشغل. خلينا عم نشتغل وندردش. هذا اللي بنسميه احنا النول المنزلي صح؟ البسيط. لا هلا نحن كان هذا الاساس القاعدي، انا اخذته هيك استاذي، اخذت الداتا العمل مثل ما بيقولوا يعني. هاي بكل نول ثابت ولا متحرك لازم يكون في هاي المكان نسد الخيطان، فأنا حتى ما نحرم النول من أنه يشارك بالمعارض. بعدين الحالة اللي صرنا فيها النول كان بده غرفة كاملة لحاله، صحيح. هلأ صرنا مننتقل فيه بأي أرنية، طبعا هذا كان موجود نفس هاي الأعمال بس بأبسط من هيك كمان بالبيت. لو شو عم نشتغل مديحة؟ شو عم تشتغلي؟ عم بشتغل شال. شال الكتاف؟ ايه شال الكتاف. ايه هيك هلأ مطلوب مني انه نحنا مثلا خيط المهير عم بعمل منه شالات. شال مثل اللي هدول موجودين على الطاولة؟ لا اللي عندك، من عندك؟ اللي عندك كأنه صوف؟ هلأ مواد مختلفة، خيطان من فيك تقولي غطى طاولي، وفيك تقولي كمان بشو تقيل بالوزن. بالوزن جدا. ايه بدفي يعني في بنعمله. لا هاي لا اللي عندك مانو شال، الشال مثله هو غطى طاولي. هلا بتشوفي الشال هون اللي عم بعمله، شو قد خفيته، كثير خف الريشه بس الدفى كثير. هلا نيرمين اليوم بتعلق قصة الشالات كثير، كونه نحن جايين على شتوية كثير حلو اليوم نستعرض هدول القصص. هلا الشال اللي بإيد نيرمين، شو القطب أو شو الأمل؟ الخيط هذا حرام، حرام لبيبي. إيه بيبي. فيك تقلبي هيك بعد إذنك الوش؟ أكيد. إيه؟ حاطة شيء عليه؟ إيه لا الوش الثاني يا حبيبتي. إيه إذا ممكن. إيه هذا بيقولوا له قطبة الياسمين. إيه هلا هذا النول عم يطلع أكثر من منتوج، كل قطعة من هدول القطع إلى نول خاص. أنا عم طلع كل الإنتاجية على هذا النول. طبعا مثل ما حكيت اختصاصات، هي النول بيطلع بسط، نول بيطلع حرامات مثل هيك، نول بيعمل بشاكير، بس أنا هلا بالنسبة لي إنتاجيتي عم طلع الحدف البسيط يعني النسيج البسيط، قطبة الياسميني، وإسا في كمان ممكن نعمل أشياء مختلفة كمان. حلو إنه هي رغم كل التطور اللي عم بنعيشه ورغم كل السوشيال ميديا، ولكن اليوم نعمة ضلت مديحة ضلت محافظة على هذا التراث. قديش اليوم نحن فقدنا لهي القصة؟
والله هي للأسف ثقافة التراث انقطعت من البلد بوجود أسباب مختلفة، ما بعرف، لازم نحن نحيي هذا الشيء ومسؤوليتنا كلنا. اليوم كنا عم نحكي هيك عن أنواع الخيوط، صح. كل شيء له نوع. إيه طبعا، خيطان نحن عادة بنشتغل خيطان الصوف والقطن على النول. في كمان شيء اسمه بيلبسوا كانوا بالناس الثياب القدماء بياخذوها للنواله بيقولوا له عمل لنا شيء منا، كانه عم نشوف شيء قديم. نرمين شوف شو عندك. ايوه هاي لا هنيك هي في على ظهرها حاطه قطعه نول. هاتي لنشوف استاذي في استغراض. هلا احنا بنشوفهم، خلينا احنا عم نكمل بالحيل على الشرد عم نكمل، خلينا عم نكمل نحن بالشغل. اوكي طيب هلا هي شو؟ هي غطا طاوله بس فيها شوي ديكور بسيط كمان. حلو. ليش عم تروحي دائما لهي الالوان؟ كانه ما نرمين عم تروح للالوان الازرق الاخضر والازرق وتدرجاته. هلا بصراحه كل الالوان بتلزم النول يعني، بس انا هدول استهويتهم. وفي قطع ثانيه بس ما جبنا غير اللوحه كمان مثلا. هلا بنشوفها، هلا بنشوف اللوحه. هلا هذا الشغل عم تشتغلي قد ايه بده وقت لحتى يخلص معك؟ حسب كبره. هلا هذا اكبر من هذا، هذا على القليل بده يومين. هذا بحب هذا اللون. في عندي الوان عجيبه غريبه يعني، في كثير الوان منه، فنحن انا مختاره لهذا اللون وهذا اللون حتى يكون يعني اللون الأخضر من زمان. يعني الحرف طريق المطار وين؟ طيب قربي على منطقة هذا الحسابات الثانية. بتمنى أنا أميتي بصراحة نكون بين العالم. أي أرني بالشام، أي أرني بأي محافظة، ما عندي مشكلة خالص فيها، بالعكس. طيب بناتك أو أولادك مثلا؟ ما عندي ولا. ما عندك؟ طيب خلينا إن شاء الله يا رب هيك الله بيدعمك. خلينا نحكي كمان اليوم بس الجواز كمان. لا ما في يعني صعبة صعبة تعليم اليوم يعني. اليوم رينبين إذا حبيت تعمل قطبي بتزبط معها؟ أنا لك يعني إذا بدي أطب خيط ما يعني فاشلة جدا. شو هالاعتراف؟ عم حاول القط منها بس خلينا هيك يعني نشوف مثلا اذا عن شغله سهله. اللي قالته رشا انه حدا ابدا ما بيعرف بموضوع الخياطه بيقدر يتعلم؟ اي طبعا. كانه خيط اي خيط لا عم تاخذي هلا هذا ابسط النسيج مثل ما بيقولون. نحن بناخذ خيط اي وخيط لا، وهي بيعمل طبقات. حلو. مجرد نحن ما عملنا طبقات يعني النول انه هو بتعملي بتفرزي الخيطان طبقات، هاي بتمشي مع هاي مع هاي بيجي نحن يعني لازم اي لا اي لا مثلا. طيب واذا نحن اليوم غلطنا ب متفكه عادي عادي هاي شفتي يا مخرج فينا نفكها. لا فيك تفكي وفيك تجربي، بالعكس شغله كثير حلوه وبسيطه. جربي تفضلي هيك. هلا شيء في جربي انت. خلينا نحاول باليوم كيف ممكن. هلا عفوا اشرحي لي. هلا هذا صار بده يجي فوق هيك وانا فوق هيك. طيب بندخل شو خيط هون ما دخلي. هلا هاي خلينا نخلي نرمين تشتغل لحالها شوي لنشوف بدها تزبط معنا نرمين اليوم. المكوك. واو هاي المكوك. نحن بس ما بنشده كثير مشان ما يشد ما بنشده كثير. هاي اول خطوه ما بنشده. لا بنعطي مسافه كمان للخيط شايفه شلون كيف مرتاح هيك. في مشط بعدين بمشط. هلا هذا الخيط ما بده كل هالقد. هلا حضرتك حتجربي هيك هيك تمام. بندخلها. يلا جربي بقى. كان النوالة يقولوا ما ليش أول مرة ما منشدو ما منشدو نرخي تمام. إيه بعدين شو هلا إيه لا هاي فق انتبهي لا تانية هون. إيه لا إيه لا تمام بس لا. أنا عم يعلق تمام خلاص سهلة سهلة طلعت يعني شغلة خلاص نعتمدها بعد الدوام ما منشدها.
طيب. انا بشجع عفوا بشجع كل بيت يكون فيه نول. والله يعني فكره حلوه يا خصوصا انك انت عم تقولي لي اليوم في كذا النول. هذا اصغر نول وانا جايبه منتوج صغير منه بس ما خلينا نشوفه. ما طلعت ما جبتوا الاغراض كامل. هذا شو ممكن يتطبق عليه؟ هذا من عمل منه ما قلت لك انا جايبه قطعه عاملين على هاي واصغر في هسه عندي نول اصغر من هذا كمان. ممكن نعمل كمر ممكن نعمل ايد. هلا بالشتاء يمكن الكفوف والطواقي ممكن نعمله ولا هذا لا ما بيطلع الشنطه. طيب خلينا نحكي عن النول. يعني في كثير مثلا كثير مهن تتطور يعني مع الزمن بتتطور. نول شو ممكن مثلا يتطور مع الايام او شغلات يعني مثلا ممكن نضيفها هيك بتواكب اكثر الموضه والعصر. مواكبه الانتاج هي اللي بتحيي. يعني انا عم بحكي لك انه نحن بابسط من الانواع يعني اربع خشبات مثلا تتخيلي انه يطلع منه جزدان هاي حيصير هيك ناخذه عند زلمه بيصير هذا جزدان. بدنا ناخذه لعند حدا لحتى نشوف لا انا عامله شيء الاغراض مدري وينهم. لا هو بده درزه كرمال تسكري فيه بس انا عامله يعني عامله حتى على ايدي بالشنطه الباقي الاغراض. اليوم المشهد النهائي للقطعه اللي على النول موجوده شو ممكن يعني بدها تصير هيك؟ ايه تسمحي لي المقص؟ طيب خلونا نقص. هلا اليوم مديحه كان هذا تيست لتجربه لهذا الشغل. اليوم هذا جاهز فخبرتنا كيف الطريقه وهلا كيف نحن حنقيمه على النول. طيب تفضل انا امسك لك اياه. لا لا ما في داعي خالص كثير شغلته سهله. بس انا اذا حدا حابب مثلا رسمه معينه او شاف شيء مثلا على النت وجاب لك الصوره بتقدر تطبقي له اياها نفسها. طلع ما من المقص كان هاي المقص يا اعملي معروف. شكرا. هلا نحن كل شيء بيطلع على النول كل شيء. يعني نحن انا هلا حفرجيكي انه هدول الشال ايش قدو شغلي حلوه بتطلع. طيب انت عم تقصي مديحه ما بتخافي نحن نعقد كانه ما في عقد؟ انا عقدته معقودين اول وحده. ما هي هون انه نحن في طرق للتربيد. انا ناهيه بالعقده معقدته خلص ما عدي فك. إيه لو انه انا مثلا ماني عاقدي بدي اضطر فكه بطريقه ثانيه وطلعه. هاي هلا حفرجيكي. حلو هيك حلو واو. لا كثير حلو. هاي هلا بدنا نقلبه هيك. هلا هو نحن فينا نعمله على طوقين صح اذا بدنا نلبسه؟ خلي دقيقه يلا انا ما حانزع عليك القطعه خلي القطعه سليمه من عندنا. لا امسكي شوي بس. تفضلي لان التثبيت معنا اليوم. خليني ارفع لك يا معلش. لا 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 ما في داعي مشان توقفي مشان توقفي. لا معلش بس دقيقه واحده. ليش بده الواحد يكون داير باله لانه اي شيء ممكن تنتش القطبه صح؟ ايه ما بنصير شيء. نحن شغل متعوده متين. ايه طبعا كانك محابكتيها زياده. لا لا طبيعي انه في حال انتزعت القطعة. لا ما بينتزع ما بينتزع شيء ما ممكن تنتزع. خلينا نذكر قديش اخذ معك وقت هذا الشغل؟ اخذت تسمحي لي بالمقص؟ تفضلي لمقص. يلا تفضلي. نحن ما في قطعة بتطلع بسهولة ما في ابدا. بدها على القليلة يومين ابسط قطع. هلا يومين ما انا كثير وقت بهذا المجهود يعني بهذا الاشياء عم اقول لك ابسط قطعه. نحن خليني بس هيك شوف هلا بنفردها. هاي هلا غسيل هاي القطعه. خلينا هيك نعطي نصيحه بالمي البارده بعرف ولا فاتره ما بنحط المهير لا ما بنحط بالغساله هذا لانه خيط المهير شوي حساس. فنحن هلا اليوم الالوان لابسه انا يمكن تمرق معه تزبط. لا خلص شوفي شو حلو وقديش بيلبق مع كثير قصص وبيدفي. انا بس هيك منظره الواحد صار بيستقبل الشتويه بقلب قوي. شتويه لا شتويه لا شتويه بدها جاي شتويه. حتى عم نشوف مديحه انه عم يدخل شغل النول ضمن الالبسه الجاهزه. معلش هيك نستعرضها. هلا انا هون عامله مثل تزيينه للظهر بهذا نول مختلف كمان نول مدور. ايوه انا جايبه كمان. هلا يمكن دائما نحن بنرجع لقصه احياء التراث المادي واللامادي ان كان بال قديش عم نشوف رشه استخدامات للنول طلعت متنوعه. يعني هي مو بس شال او غطا طاوله لا عم يكون ايضا فينا نعمل منها لوحات لزينه صح بالبيت. هلا هاي قطعه نحن كمان هاد نول
هذا نول صح؟ ايه هذا نول مدور شكل ثاني. ايه بس طب شو بيفرق يعني هون القطبه بتطلع مختلفه عن القطعه بتطلع مدوره هي هون قطعة انا عملتها يمكن بتشيل الطاولات يمكن او شيء ما هلا هاي ممكن تطلع حتى جزدان ممكن تطلع للطاوله ممكن تطلع مثل ما بيقولوا وجه للمسند ايه. هون الاطباط لانه مختلفين صح يعني ايه. من جوا ايه. لبرا مستخدمه كذا قطبه ايه. ايه. هون مختلفه الالوان هلا هي طريقه النول انك انت عادي عادي هلا بتصير ما بتصير ايه. لا ما في ضرر اول شيء بده حدا كثير رايق ايه. يعني فك بده حدا بقاله طويل مثلي انا يعني انا بتضايق بكون كسرته هاي هون انت بدنا نحطها بالخيط وهيك كمان في لها طريقه بالشغل ايه ان كان انا بالابري ولا بايدي هي هي ايه ايه مو ايه لا ايه لا لا ايه ولا وكمان تعقيد ايه ولا وتعقيد يعني انه نحن كلها على طريقه الحذف نحن بنقول له الايه ولا بس بتفرز الخيطان طبقات مثل ما شفنا اليوم كل نول له موديل وله طريقته بالحبك وطريقته بالموديلات مديحه كثير انبسطنا اليوم بهذا الجو الحلو اللي رجعتينا له بنتمنى لكم الدعم الكافي لكم لانه انتم اليوم اكيد بحاجه لدعم كثير مهم كرمال تضلوا محافظين على هذا التراث اكيد بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا كل التوفيق اليوم وهيك شكرا للشغل الحلو اللي فرجيتينا رجعتينا لايام زمان لشغل مثل ما نقول الجدات وهيك حتى الصبايا يعني كمان ممكن يلاقوا فرصه مشروع صغير ليشتغلوا فيه اكيد خصوصا انه هو باب رزق نرمين اليوم بضمن هاي الازمه كثير احنا بحاجه يعني كونه هو مشروع بيتي فنحن اليوم الصبايا فكروا بالقصة يعني وحتى ورشه مزبوط. يعني انا عندي مجموعه من النوال اكثر من نول مو بس هذا اشكالهم كثير الانوال وطبعا في تطور للانتاج يعني نحن مثل ما حكينا انا بشغل ورشي كامله فبدي اذا انا بدي اشتغل على اكثر من نول بدي اكثر من صبيه مثلا طيب. تساعدني او شب حلقه ثانيه ان شاء الله مصور شيء وبنعرضه هيك بصباحنا نحن رح نختم معك صباحنا لليوم وان شاء الله هيك كنا على ذوقكم وكان الشعل حلو لليوم باخر فقراتنا لاقونا بكره 9:30 صباحا بفريق جديد وفقرات جديدة ومن هلا الأوقات تكونوا بخير باي باي شكرا يا نيرمين أكيد شكرا لكل كادر العمل اللي رفعنا لليوم شكرا لك رشا وأكيد نتمنى بقية نهار ظريف لكل مشاهدي الأخبارية السورية وإن شاء الله يا رب تحققوا كل الأشياء اللي بتحبوها والسوريين وين ما كانوا كنوا بألف ألف خير باي باي, باي.